فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هنا من أراد صلاح أموره، صلاح ملكه وجاهه وماله وصلاح دينه ودنياه، فإنه بحاجة إلى أن يجعل رسول الله الميزان الأعظم والأكبر لكل أموره وشؤونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أموره وفي كل شؤونه. ومن هنا معاشر المسلمين أذكر لكم ما تيسر من الأدلة التي تدل على أن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الميزان الأكبر لكل العقائد، لكل العبادات، لكل السياسات، لكل المعاملات ولكل الأحوال والأقوال. هو الرسول عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قال العلماء كل الطرق مسدودة وكل الأبواب مغلقة على كل عامل حتى يأتي من باب الرسول ومن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام.